السلام عليكم. سؤال بسيط، مين بيحبك في الدنيا دي قد امك؟ مفيش حد هيحبك قد امك، ولا ابنك ولا زوجتك ولا اخوك ولا اختك ولا اي حد في الدنيا يحبك زي امك. حافظ على والدتك وحاول بكل ما تملك ان انت تسعدها وتخليها تدعي لك، دعواتها بركة والجنة تحت أقدام الأمهات، ويا رب يحفظ كل أمهاتنا يا رب، ويحفظ أمي ويرزقها الصحة والعافية يا رب العالمين، ويحفظ أمهاتكم جميعا. أم تصحى في الفجر كل يوم تراقب ابنها وهو ماشي نازل من البيت، كل الناس نايمة وهي صاحية، تفتح له الباب تعمل له الفطار بتاعه وتدعي له وهو ماشي، وتراقبه لآخر الشارع لغاية لما عينيها ما تجيبهاش ان هي تشوفه. مين بيحبك زي كده؟ مفيش حد. حاول تسعد امك بكل طريقة واتمنى لها الرضا عشان هي ترضى عنك. ما كانش الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمك ثم أمك ثم أمك؟ ربنا يحفظكم ويحفظ أمهاتنا جميعا، ويبعد عننا كل حاقد وحاسد، ويبعد عننا كل أصدقاء السوء، ويبعد عننا كل الأصدقاء المزيفين.